ذا البوجي المحترق ذا انت جايبه معك؟ لا يا ريدين تذكرون اليوم اللي دقوا علينا فيه؟ ها اللي قال علي يقول لا تعلم احد حتى وان كانوا ابوك اخوياك الى اخره الله يسامحه خلانا نسذب هاك الليله واجلس هنا في البيت يوم جت الساعه 8 واروح بقضي ملابس ثياب ما ثياب الدنيا والمهم اجي لك محل في اليرموك وادخل ذاك المحل المستلزمات الرجاليه واقضي 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 لين خلصت يوم جيت ابظهر من المحل الاخضير داخل صادوه انا اخضير اللي منزده ما بخضير ما بخضير ايه نواف يعني شكرا يا رجال يا معلمي قال كذا هلا والله قلت انا انت مقبول قال انت مقبول ما حد يبي يعلم الثاني ما حد يبي يقول شيء وين المحل انت وصلتني عليه محل مستلزمات لا ايه ويشر على القزي قلت انت منين جاي قال من عماني من هنا من النسيم هو يشر على شبيل يا ولد قلت النسيم هنا قال انت هنا قلت طيب انت انقبلت علمني بالله يعني دقوا عليك قال لا يا اخي انت وعدنا بكره وعدنا بكره يعني ما بعلمك بشيء يا اخي حدني ذاك الليله تسدب وش اسوي والله العظيم بالله عليك بالله كنت مرتاح علمني يا ولد انا ما نكلمني يوم اكلمك ما نكلمني علمته وقلت لا تعلم انت اللي مو بترك الدوسري ولا كل المسلمين ما نكلمني قلت ايه مقبول بس لا تعلم علمت كل احد بس قلت لهم اخر شيء لا تعلموا ايه اهم شيء ما نكلمني قلت ايه مقبول بس لا تعلم كلمني خضير قلت ايه مقبول بس لا تعلم اخذت شويه لكلم واحد من هالخرج قال نوام خلف معلمني انك مقبول شدني ما تعطي اسرار يا قليل الرابعه قليل الرابعه ادق عليه قلت انا انت علمت حد قالوا ليش حدا قالوا ها لا ما علمت حد قلت انا مره متاكد قالوا دن ما علمت حد قلت انا ذاك الرجع ما علمته قال ها كلمك يا لا 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 ما يمسك العلم العلم على طول ها 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 ما بعلم انت اللي بالله يوم شفت لي ذاك اليوم شيء لك ياسي ظاهر من المحل قلت يا ها وفي ربع دق عليهم ما يردون واجهتهم صباح نيه قلت الله لا يجيهم بارد انت تجيهم صح؟ ها؟ تجيهم بارد يوم قبل عادي يا اخي انت كلمني اي واحد والله لو انك كلمني واحد من 50 عادي وانا يعني اعرفه ايه بقول مقبول و خير ان شاء الله والله بس اني ويش انا كان يدقون يراسلوني والله اقول ذاك اليوم ما حد دق علي الا سعد هو ما رديت انت عليهم نواف تعرفون مبطي ما رديت على الجوال اسعد نواف والله يعني مكالمات 50 هذا خالص ما حد دق علي ها؟ دريت في اللي كان يدقون علي زوجي اسال دخواتك معي هذا مره لا يوم دقوا علي ذاك اليوم ما ادري والله دريت هم قوي هم الحين معنا دريت هم قوي اخوالك من؟ انا كلمتك لو انهم دقوا علي لو انهم دقوا علي انت قلت بس مو بلزم لكن ما دقوا علي قلت والله انهم مقبولين سبحان الله مقبولين والله حدونا هاك من قبل والله ساعة عرفته منو؟ نواف لا مواجهة في محطة أمس لا صدق استاذ وجهته طال عمرك عند عجوز انت تبيع سمن وبقض عيد عند عجوز انت تبيع سمن على قولته لا صدق والله تعرف من مطي ولا لا الله يديم النعمة اعرف من مطي وانت الله يكرم النعمة تعرف من مطي اقول لك واجهت عند عجوز انت تبيع سمن هو اللي واجه كل هذا قلت يا دان هو واجه عند عجوز انت تبيع سمن هو واجهته مع جايزة عصرية قاعد ايه وواجهه يوم لقيته قلت يا ود انا مشبه عليك انت مش عاد سعد الطويل قاعد تكلم لي الاشاره قال لي بالله لا انت سواليف يلا يلا تحرك تذكر يوم انك تواجهني استراحه العيال اي اعطيته وجه ما دريت انه من النوع اللي هذا من النوع اللي تعطيه تخول البزر اللي برا الحفل تمزح معه دخلت انسحب وترتك عند الريجين هذا نفسه تمزح عليه ها وش قلت ادخل ابراهيم لا اصبر خلني اعدي نقطتي وارجع لك على ابراهيم يبي له صمله تذكر متوجيني في استراحه عيال حقت بندر حجاج ايه يوم اني جالس انا وعزوز عوض عزوز عوض؟ ايه خال ضيف الله غزاي هات سد واجهتك فيها؟ دخل علينا استراحة الساعة 2 استراحة واحدة من العيال هي هات سد واجهتك فيها؟ ايه انت واجهتني ما واجهتني اصلا قبل الا مرة واحدة بس لا بس عند بندر؟ ايه في استراحة بندر والله ما واجهتني الا ذيك المرة وبعدها خيرة ثقيل دم ذا خيرة لك يا رجال المشكلة انه في البرنامج بعد واجهه يا ولد يوم منه في البرنامج عرفت شخصيته اكثر بس قبل يوم اشوفه حتى يا ولد عرفت شخصيتك اكثر ولا غثيت اكثر؟ لا انا غثيت اكثر قبل كانت وسط الحين زادت عز الله
لكن حتى اني طلع لي مره ترند في السناب هو اي راح للمدينه ما ادري وراح مع ولد عم تبين 14 ما ادري شو ودا ترند يا ولد بس انا الوري حذا المكبر وش يقول لا انه هو البابي كل فتره يمسك راسي دي دي بالاعمارهم اخفاء اعطيه اخفاء رد فضيل ها ما رد رجع اضافني قال رد الاضافه ترى انا اللي قابلتك واستراح بندر حجاج صاب ايه وافتح نص الدرج صاب نصاب عقب ما شافني في الترند تبطي عضل قال عقبه قال بالله امانه كيف طلع الترند؟ قلت له حاول بعدين اعلمك اعلمك بعدين لا غديت مشهور الترند والله العظيم يا في ناس يعني خبرت عنه لا 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 ترند في ناس خابرهم بغيبكون يبون الترند شلون طلعت بعضهم يشترون